أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، أحب أشكر الرجال اللي كانوا داخل الملعب. للأمانة كنا ناقصين من الشوط الأول، لعبنا يمكن ما يقارب 75 دقيقة، احنا بعشر لاعبين، لكن يوم تشوف بالملعب يمكن ضاعت الفرص محققة، احنا ضيعنا أكثر، لعبنا على إمكانياتنا بعشر لاعبين، قدرنا نوصل الجول لكن ما حالفنا الحظ. والحمد لله بالشوط الثاني، يعني بالشوط الإضافي الأول والشوط الإضافي الثاني، الرجال قدموا مستوى طبعا ما أقدر أتكلم عنه الصراحة، الكل شايف والكل عارف. رغم ظلم الحكم، للأمانة أنا أشوفها ظلم، يعني طرد ناصر أوكي هو حاش اللاعب لكن من غير قصد، هذه المفروض تكون تقدير من الحكم. انظلمنا لكن الحمد لله الله ما ضيع تعبنا. وأحب أشكر الرجال مليون 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 مرة، وأصواتنا رايحة كلنا. مكمل مع قزم السنه دي؟ اي مكمل، انا جددت عقدي لمده 5 سنين وانا انتقال دائم لنادي كاظمه. تحب تقول للناس اللي جت ازرتكم النهارده بعد التجديد؟ هذا اغلى ما نقدمه لهم، وان شاء الله القادم افضل باذن الله، وان شاء الله كاس الامير محالف لنا باذن الله يا حبيبي.